نحن نناقش لغاية هذه اللحظة المعيار الأدنى 17 الجديد، مقاربات حماية الطفل على مستوى المجتمع المحلي، ونفكر في كيفية الانخراط بشكل أفضل في المجتمعات كأفراد وكمنظمات. حان الوقت الآن لنسأل أنفسنا، هل يمكن استخدام المزيد من المقاربات بقيادة المجتمع المحلي في الظروف الإنسانية؟ الجواب هو نعم، لكننا بحاجة إلى القيام بذلك بتمعن. يعد الدليل الميداني التأملي مقاربة حماية الطفل على مستوى المجتمع المحلي في العمل الإنساني كمورد جديد تم تطويره من أجل مشاركة آخر التجارب التي تخص مقاربات مستوى المجتمع المحلي، وتستهدف جميع الجهات الفاعلة التي تدعم استجابات حماية الطفل في العمل الإنساني، ولا سيما أولئك الذين يعملون بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية، ويدعون إلى التأمل في فعالية واستمرارية مستوى مشاركتنا الحالي مع المجتمعات المحلية، والنظر في طرق للوصول إلى مستويات أعلى من مشاركة وملكية المجتمع المحلي في الظروف الإنسانية. يتكون الدليل الميداني التأملي من 5 أجزاء رئيسية. الجزء الأول: التعلم والممارسات الواعدة لمقاربات حماية الطفل على مستوى المجتمع المحلي. يصف هذا الجزء أحدث التجارب والبحوث والأدلة على المشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية. الجزء الثاني: يقدم فهم مستوى مقاربتك الحالية لحماية الطفل على مستوى المجتمع المحلي أنواعاً مختلفة من المشاركة مع المجتمعات المحلية، مما سيساعدنا على التأمل في فعالية واستدامة المستوى الحالي من مشاركة المجتمع المحلي. الجزء الثالث: تقوم الاعتبارات الرئيسية بتوضيح أهم العناصر اللازمة لتطبيق حماية الطفل الفعالة على مستوى المجتمع المحلي. الجزء الرابع: تقدم الملاحظات التوجيهية طرق للوصول إلى أعلى مستويات المشاركة والملكية للمجتمعات المحلية، وتقترح مقاربات لقياس هذه الطريقة المختلفة في العمل. وأخيراً الجزء الخامس: تقدم المصطلحات والمصادر الرئيسية، تفسيرات وروابط عبر الإنترنت إضافية للوصول إلى مصادر خارجية. دعونا نعود إلى المخيم الذي تعيش فيه نينا. يمكنك استخدام الدليل الميداني التأملي للتحضير لعملك مع أفراد المجتمع المحلي الذين قابلتهم أثناء تعرفك على السياق والهياكل المجتمعية الحالية. باستخدام النماذج المقدمة ودراسات الحالة كأمثلة، تقوم بمناقشة المخاطر الرئيسية التي يواجهها الأطفال وكيفية معالجتها معاً. يمكنك استخدام الدليل الميداني التأملي خلال جميع مراحل عمل برامجك مع أفراد المجتمع المحلي والأطفال، وذلك لمساعدتك بشكل أكثر فعالية وملائمة على معالجة المخاطر التي يتعرض لها الأطفال. باستخدام هذه الأساليب يمكنك إنشاء مساحة آمنة حيث تجد نينا الشجاعة لمشاركة فكرتها. تخبرك أنت وأفراد المجتمع المحلي أن معظم الأطفال يلعبون على أرض غير سوية، وغالباً ما يتعرضون إلى الإصابات أثناء اللعب. تتساءل ما إذا كانت المجموعة باستطاعتها تقديم المساعدة في ملء ثقوب خطيرة في الأرض ومنع السيارات من القيادة فوق الملعب وتدمير العشب. تحب المجموعة فكرة نينا وتوافق على إيجاد حل معاً. يمكنك تسهيل العملية عن طريق طرح أسئلة مفتوحة مثل: كيف يمكننا تحقيق ذلك للأطفال؟ من سيكون المسؤول عن ماذا؟ كيف سنعلم أننا نجحنا في تحقيق ذلك؟ من خلال الاستمرار في استكشاف الدليل الميداني التأملي وحزمة بناء القدرات الخاصة به، بالإضافة إلى الموارد الأخرى المشار إليها من خلال سلسلة التعلم عبر الإنترنت هذه، يمكننا تعزيز طريقة عملنا بجانب المجتمعات المحلية.